بتونس تحتفل اليوم بمرور 50 سنة على تأسيسها. ثم برنامج، محاضرات، ندوة، وفلسطين هي ضيف الشرف. معنا الأستاذة ليلى بن جدو، رئيسة هيئة المهندسين المعماريين بتونس. سيدة ليلى، صباح الخير ويومك سعيد. صباح الخير سي جرام، وصباح الجميع المستمعين. أهلا وسهلا. إذن هنيئا بعيد ميلاد الهيئة، تو 50 سنة هكا. أي 50 سنة من 1974. نعم، يعني هي أول هيئة، هذا أول مهنة كان فيها معناتها تنظيم متاحة بقانون، معناتها أول مهنة صدر فيها قانون بعد الاستقلال. نعم، يعني طيلة 50 عام هذوما تحققت أشياء مهمة. إيه، احنا تفاصيل الهيئة متاعنا مادام موجودة، دونك هذا معناتها بيشوغ يجسم اللي فما حاجات تتحققوا، فما حاجات قاعدين هاك تشوفوا معناتها احنا لي كومبيتونس والكفاءات التونسية من المهندسين المعماريين، واللي هما قاعدين معناتها يخدموا معناتها ويثابروا في وتثمين الجهود نتاعهم معناتها مع في على ارض الواقع مع معناتها لي بروجي دو ليتا وكل معناتها دول المهندسين المعماريين قاعدين يلعبوا دور نتاعهم المهم معناتها في البلاد معناتها قبل كل شيء. وبيان سور هما عندهم يسي تطلعات وعندهم برشا معناتها لي زوبجيكتيف اللي احنا اون دونك هيئه قاعدين معناتها نحرسوا باش كونهم يكونوا معناتها فاعلين ويكونوا يطبقوا على ارض الواقع ويكون فما معناتها احترام لدور المهندس المعماري وتجسيم معناتها والتاكيد على معناتها وجوده في جميع معناتها المجالات في الدور باش يقوم بالدور الفاعل اللي هو لازم يقوم به حفاظا معناتها برشا حاجات بالنسبه للمكتسبات، ولهذا معناتها المكتسبات مهمه معناتها بالنسبه للدوله كونها باش تكون فما مهندسين معماريين واقفين معاها واللي هما عندهم رؤيه معناتها وتصور واضح بالنسبه معناتها العمران نتاعنا معناتها في تونس. صحيح، جماليه العمران والمشهد العام والمحيط نتاعنا اللي نعيشوا فيه بالتاكيد. علاش لازم تاكيد على وجود المهندس المعماري في المجالات هذوما الكل وليس ولا تغييبه ولا اقصائه. صحيح، ولكن ثم يعني برشا ما يلزم يتعمل باش الامور تتحسن و يعني فما برشا حاجزهم يتعملوا، فما برشا خدمة زي ما تتخدم أولا، وديما هذا هو العائق بعد ساعات متى في التطور معناتها المهن ولا في التطور هما معناتها لي تيكست ريغلومونتير معناتها النصوص القوانين اللي لازمهم يواكبوا العصر ويواكبوا التوجه نتاع الدولة، وهذا هو باش يخليه كونه المهندس المعماري ديما يلعب الدور نتاعو المحوري واللي هو ديما معناتها معناتها هو اللي دو ايتر معناتها لو كونسيي دو ليتا معناتها باش يحاول هو خاطر عنده بعد وعنده توجه وعنده نظريه معناتها استشرافيه معناتها إلي دون لا بروجيكسيون. فهمت؟ بالتاكيد. نعم، انتم نهارين هذوما قاعدين تخدموا، اليوم هو تسمى اليوم الاحتفالي نتاعكم في هيئه المهندسين المعماريين. اكزاكتومون، دونك احنا هذا اليوم معناتها الخمسينيه هذه حبيناها معناتها تكون عندها اشعاع معناتها عالمي، واحنا معناتها اغتنم الفرصه هذه باش نشكر سياده رئيس الجمهوريه كونه هذه التظاهره كان معناتها قبل كونها تكون تحت سامي اشرافه، وهذا معناتها سيتانسيني اللي معناتها القيمه ودور المهندس المعماري اللي لازم تثمينه. نعم، واحنا بيان سور لي كومبيتونس نتاعنا الحمد لله معناتها ما عندهم معناتها ريكونو في ليشيل انترناسيونال، دونك احنا استضفنا الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين معناتها اليوم بحضنا ديجا من معناتها 35 بلد معناتها جايين عملوا الاجتماعات نتاعهم في تونس، وهذا بيان سور كان جي وسيكو هما يدعموا ويأكدوا على الكفاءة التونسية. جايين جاو بحضنا زيد الفيدراسيون فرانكوفون دي زارشيتيك دافريك، خمسة بلدان معناتها جاو من افريقيا رؤساء معناتها الهيئات نتاعهم زيد كيف ما هو سيانسيني معناتها دو سوتيان. عندنا زيد معناتها من الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين اللي ما جاوا بحذانا. نعم، وبيان سور جات بحذانا نقيبه المهندسين المعماريين الفلسطينيين. أتو نرجع لك. نعم سيده ليلى بن جد، ومضى ونرجع لك.
إشهار. تحت شعار 40 سنة من التميز، ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية الدورة 40 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية من 24 ماي إلى 2 جوان 2024 بقصر المعارض بالكرم من 10:30 صباحا إلى 7 مساء. فرصة باش تكتشفوا آخر الابتكارات وتتمتعوا بأحسن التخفيضات. إشهار يوم سعيد. إذا نعود إلى السيدة ليلى بن جدو رئيسة هيئة المهندسين المعماريين بتونس وحديثنا عن هذا اليوم الاحتفالي بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس هذه الهيئة. سيدة ليلى، ثم برشا شباب وبرشا مهندسين متخرجين يفكروا في الخروج إلى خارج البلد، هما اختاروا هذا، أنتم شنو رأيكم؟ والله هنا شيء أسفنا برشا، معناتها بالحق تسمى واقع صعيب، وهذا معناتها احنا نتفهمه نوعا ما، أما حاجة توجع برشا على خد الكفاءات التونسية هذوما، معناتها كفاءات بأتم معنى الكلمة، وكي يتخرجوا لبرا ولا حتى كي معناتها يتعاملوا حتى على سيغ دي بروجي على انترناسيونال هذا يأكدوا معناتها اللي عندنا كفاءات، مي مالوغزمون معناتها قدام الواقع اللي قاعد يصير وقدام معناتها معناتها لو مارشي معناتها نتاعنا مشكله معناتها كبيره، السوق محدوده، السوق فما سوق محدوده وفما زاده بعد ساعات تطلعات اللي ماهمش قد التطلعات نتاعهم ما يلقاوهمش معناتها، وان بلوس معناتها هذه مهنه لانه الطالب يقرا 6 سنوات وتربص وكذا وخبره ويخرج ويتعب وكذا وبعد يجي يشوف يلقى المردود المالي مش لك الكل. يعطيك الصحه، احنا دايخ بعضي الحاجات اللي احنا المهنه ذي منظم قانون من عام 74 معناتها راهو معناتها الحق يأسفنا باش نكونوا باش نقولوها اللي معناتها معناتها الخلاص المهندس المعماري معناتها معناتها اقل 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 خلاص ممكن اللي هو موجود توا في العالم، فهمتني؟ دونك هذاك علاش هو بياسيغ المهندس لو جون كي يلقى les opportunités البرا ويلقى خلاص معناتها ما خير بياسيغ باش يكون تطلعات، وزيد اون بلوس مازلنا في تونس وهذا يأسفنا، زيد احنا قاعدين نخدموا عليه برشا اللي ما عندناش كيفاش نقولوا احنا معناتها الثقافه نتاع المهندس المعماري، احنا مالوغوزمون حتى دور المهندس المعماري في تونس برشا عباد ما يثمنوش وبرشا عباد ما يعرفوش معناتها ريالمون، فهمتني؟ نعم نعم، ديما يتوجهوا معناتها اي طرق واحده اخرى، فما زيد مالوغوزمون عندنا لو كرون بروبليم فما الدخالية على المهنة اللي هما يدعيوا أنتم مهندسين وهم مش مهندسين، دوك فما شوية ايه انتم بطبيعة ما تعرفوا هذا ما تسكتوا لهمش بطبيعة انتم بيان سور نتصدوا، اما زيد معناتها قلت لك علاش في اون ابسونس معناتها دو كولتور اركيتكتورال معناتها ما نعرفوش معناتها شنو هو باش يزيدني هالمهندس المعماري ولا شنو اللي باش يعطيني شنو نستنى منه شنو هو باش يفيدني معناتها في حياتي. هذا هو مهم على خاطر كان كل مواطن تونسي يعرف اللي راهو مهندس المعماري ما بيناته معناتها ما بين يجي ولا في الافكار نتاعو حياه انسان، على خاطر المكان اللي نعيشوا فيه ولا المكان اللي نخدموا فيه ولا المكان حتى اللي نحوسوا فيه لبرا معناتها هذا الكل من تحت تصميم مهندسين معماريين، دونك انها باش يكون اقصائهم في جميع المراحل هذوما معناتها بيان سور ما يكونش فما روتور معناتها فماش حاجه بوزيتيف يرجعوا على المواطن التونسي وما نجمش يستغلهم. واضح. نعم نعم، فلسطين هي ضيف شرف في البرنامج نتاعكم. اكزاكتومون، احنا معناتها من المهن اللي دعموا القضيه الفلسطينيه وماهيش جديده معناتها مش خاطر على المتظاهر هذه قبل من قبل، احنا ديما معناتها في اي مناسبه معناتها تجي وقفنا مع طلبة المهندسين المعماريين اللي في ليكول في لينو. اليوم استدعينا السيده ناديه حبش من رغم الصعوبات وجيتنا فهمت باش تعمل لنا معناتها محاضره حول تاريخ فلسطين بين الاستعمار والمقاومه معناتها، وان بلوس زيد بيان سور ديما عندنا دعم للقضيه الفلسطينيه، ودايغ احنا السنه باش مثلا نستقبلوا 12 مهندس معماري فلسطيني باش يقوموا بالتربص نتاعهم المهني في تونس في الصيف معناتها بحذانا. ممتاز، معناها تربص اكيد مهني، اكيد مهني. تكون عنده نتائج باهيه اكيد ان شاء الله بيان سور، مادام اونكادري في بيروات نتاعنا ودي دي زاركتيكت معناتها يشهدوا لهم، دونك بقدره ربي ما يكون كان حاجه باهيه.
إذن شكرا سيدة ليلى بن جدو، رئيسة هيئة المهندسين المعماريين بتونس، وإن شاء الله بالتوفيق ونجاح لأشغالكم. شكرا.